بنتي الحلوة، أخوكي بيدخن صح؟ ما بعرف بابا. طيب امبارح ما راح على الدرس صح؟ ما بعرف. طيب أنا تركت لك 500 دينار مع الماما عشان تشتري ملابس جديدة. البنت ردت بيدخن وبيشرب حشيش مع صاحبه عمر وما بيروح على دروس أصلا، بياخذ المصاري وبيصرفها على البلاي ستيشن، ومصاحب بنتين، واحدة اسمها ولاء والتاني نور، وإذا بدك أرقامهم أنا بعطيك.